رأي حضرتك في الشوط الأول من قبل النادي الأهلي؟ الأهلي تحت الحصار، الرقابة سليمة مؤثرة بيلعب بها البنك الأهلي على النادي الأهلي. طريقة اللعب مختلفة، الأهلي بيلعب 4-2-3 أفشة، وفي الثلاثة المهاجمين الشحات ناحية اليمين والتاو وراس الحربة كهربا. الأهلي بيلعب ضاغط من الأمام، لكن البنك بيلعب زون ديفنس وبيلعب على المرتدات، رغم ان هو استحوذ ووصل لكن بيلعب على المرتدات، كل ما بيخسر الكوره بيرجع على نصف ملعبه. النادي الاهلي ما بيلقش المسافات اللي ممكن يتوغل منها، اللاعبين المؤثرين كلهم تحت الرقابه الشديده، يعني بيتكلم قفشه دايما في لاعب موجود جنبه بيمنعه من ان هو يتحرك شمال يمين او ان هو ينزل يستلم ويقوم بالدور المعروف عنه. تاو علامات استفهام، يعني الوحيد اللي الجهة اللي موجودة في شمال فريق البنك الأهلي ممكن ان احنا نخترق منها، هو ما بيقومش بالدور ده بشكل كبير جدا، حاول مرة حاول مرتين لكن قراراته كانت خاطئة. الناحية الثانية الشحات في حالة غريبة جدا، يعني تقريبا مش متواجد في الشوط الأول إلا في لقطة الانفراد التام مع الحارس، وأراد أن يعمل تشيب من فوق الحارس ولكن خانه التوفيق وضعت فرصة تسجيل هدف مؤقت. اثنين محاور في النادي الأهلي بيحاول يأدوا الدور الموجود أو اللي هو المنوط به، لكن الزيادة العددية في نص ملعب فريق البنك الأهلي في الهجمات المرتدة بتخلي الاثنين دول مش مسيطرين تماما على نص الملعب سواء كوكا أو مروان، وبالتالي ف النادي الاهلي بالطريقه اللي بيلعب بها الضغط العالي مش هتفيد دلوقتي، لابد ان احنا نتريث بعض الشيء ونهتم اكتر بوسط الملعب والرقابه. اذا استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت الرقابه على قفشه فلابد من سحب قفشه ولابد من عمل تغيير في نصف الملعب. ارى انه الاقرب عندك رضا سليم ممكن ينزل يعمل فارق بعض الشيء سواء اليمين او الشمال، في اكرم توفيق ممكن يعمل اضافه مكان كوكا في نص الملعب بسرعته وقوته، في عمر كمال ممكن يلعب على الجناح الايمن او الجناح الايسر.